نعمة الإرشاد نعمة الإمداد والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد خير العباد أداء إلى سبيل الرشاد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق الجهاد رضي الله عنهم ونفعنا بهم إن شاء الله. الحمد لله تعالى الذي من علينا وعليكم بسماع حديثه صلى الله عليه وسلم وقراءة صحيح البخاري من أوله إلى آخره، فهذا من النعم نتعلم الجليلة فأسمعنا الأحاديث التي تلقب بها صلى الله عليه وسلم في حياته، سمعنا الآن بآذاننا وعينا واعينا بقلوبنا لقلوبنا، فهذه نعمة عظيمة. افتتح الإمام البخاري كتابه صحيح البخاري في حديث إنما الأعمال بالنيات بينما لكل من أبى، ومن كان في جهة الله فليأتي إلى بصره، من كان في جهة المنية شفاء وفقد ينفعها للهجرة إلى ما خلق. وختم كتاب البخاري بهذا الحديث الذي سمعنا وكلمة قال عن سنة الإله في الميزان حبيبة إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله عظيم. ولا يخفى على كل واحد منا أن كتاب صحيح البخاري وأصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله تعالى هو صحيح البخاري صحيح مسلم، وبهذا حب البيت تنازع قوم البخاري المسلم لدي فقال أيدني نقدمه، فقلت ولقد فاض البخاري وضحة أو صحة كما فاض في حسن صناعة المسلمون. يعني من العلماء اختلفوا أيهما أصح صحيح البخاري أو صحيح مسلم، فذهب الجمهور أن أصحهما أن صحيح البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد. قالوا أن إمام صحيح البخاري يقول علقت صنفت كتابي الصحيح لستة عشر سنة، خرجته من 600,000 حديث، وجعلته حجة بيني وبين الله عز وجل. وورد عنه أيضا من كلام عن ما وضعت في كتابي صحيح البخاري حديثا إلا ارسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. وكان يقول الإمام البخاري حفظت 100,000 حديث صحيح و 100,000 حديث غير صحيح، يعني أن يحفظ 300,000 حديث، وهذا يقال له حجة، لأن أهل الحديث يقول أن من حفظ 100,000 حديث يقال له الحافظ المعارض بن حجر وغيره، ومن حفظ 300 حديث يقال الحجة، ومن أحاط بالسنن كلها بالأحاديث كلها يقال الحاكم. وإمام البخاري كان رحالا بطلب الحديث حتى أن مشايخه الذين كتبهم وكتب عنهم ما يزيد إلى 1000 شيخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال تلميذه وراوي صحيح البخاري وآخر من روى صحيح البخاري أنا في ربري روعان، كنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي أين تريد؟ فقلت أريد محمد بن إسماعيل البخاري. قال أقرئه من السلام، النبي يقول أقرئه من السلام. وقال أنا أيضا الإمام الخرابي قال رأيت أبا عبد الله البخاري في المنام يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فما كلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع البخاري قدمه في محل موضع قدم النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنه ونفعنا به. ولا يخلى ما يخفانا أن ديننا الإسلامي مبني على أصلين عظيمين. الأصل الأول الكتاب العزيز الذي لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل الحكيم الحميد. والأصل الثاني السنن المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى السنن مدار أكثر الأحكام الفقهية، فالاشتغال بالحديث وبين الحديث هذا من أجل العلوم الشرعية وأواقد القربات المرضية. كيف لا يكون كذلك؟ كيف لا يكون كذلك ويشتمل على بيان أحوال أفضل المخلوقات
عليه أفضل الصلاة عليه أفضل الصلاة وألقى التحية. قلت كان في العصر الماضي، كان في العصر زمن السلف الصالح في العصر الماضي يجتمع في مجلس الحديث ألوف معلفة من الطالبين والطالبات، فتناقص ذلك وضعفت الهمم فلم يبقى إلا رسوم من آثار قليلة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فجزا الله تعالى الإمام البخاري وغيره من المحدثين وغيره من العلماء المتقدمين جزاهم الله تعالى عن نبينا محمد وعن الأمة المحمدية خير الجزاء، حيث دونوا أخباره صلى الله عليه وسلم وأخبر أصحابه وبينوا لنا أحوالهم بين أحوالهم وأفعالهم وسائر أحوالهم. كان سادتنا أبي عمري رضي الله عنه وضعوا سادتنا على طريقة جدهم حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما كلما وضع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضعهم على قدم الأقدام، كما قال الإمام البخاري إمام ابن حداد ثبتوا على قدم الرسول صاحبي تابعين وسلمت تبعي ومضى على نص السري إلى العلا قدما على قدم بجد أو زعيم. وقد حدث في هذه الأزمنة الأخيرة يا ناس، الناس أغبياء يزعم البعض أغبياء والجهلاء من الناس أن لا حاجة إلى السنة، أن لا حاجة إلى السنة، ويقول يكفينا العمل بما في القرآن الذي تكفى الله تعالى بحفظه، وأما السنة لم يتكفى الله تعالى بحفظها. فهذا خطأ قبيح، حتى خطأ صريح وجحد قبيح. فإن من أنكر السنة المطهرة فهو كافر خارج عن الإيمان، خارج عن الإيمان، لأن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مؤيدة بالقرآن. كيف قال الله تعالى: أما آتاكم من أخذ الرسول فخذوه ما أتاكم عنها وعنكم عنده. وقال الله تعالى: إنما ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإنما ينبغي تنبيه أيضا الفرق بين القرآن وبين حديث القدسي بين حديث النبوي. قال العلماء المحققين الفرق بين هذه الثلاثة أن القرآن عظيم وما لفظه ومعناه منسوبان إلى الله سبحانه وتعالى وهو معجز، والحديث القدسي لفظ معنى مضاف إلى الله تعالى ولفظه مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير معجز. وأما الحديث النبوي هو لفظ ومعناه مضافان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى نظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن وإلا وحي يوحى، فلا فرق حينئذ بين حديث القدسي والحديث النبوي إلا أن حديث القدسي نسبة إلى الرب والحديث النبوي نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإلا فرق بينهما كلها من عند الله تعالى. وسمعنا مقام في هذا المجلس أيضا ملاقي سيدنا شيخ وشيخنا حبيب شيخ بن سالم الأطال عنه، سمعت ما مليح الفوائد والجد والاجتهاد في طلب العلم والتعليم والدعوة إلى الله تعالى والطلب عن المشايخ، هكذا كان قدم على قدم بجد أو بعيد. ونسقى أن أهل الحديث شيخ من أولياء الله تعالى بل هو من كبار الأولياء، وقال الله تعالى في كتابه العزيز: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله فعلى الأولياء لا يزال موجودين في كل زمان ومكان. قال الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن بقي يقول: قوم من هداهم وضلوا قد علموا في عصرنا أو بلوا فقلهم كلا ولكن جلوا أم أن تروا أعين الجهاد كيف يخلو عالم الشهادة
عنهم وهم في هداة ضالة، قد حفظ الله به عباده وصانهم في سائر الأحوال. فليستمع من كان ذا أرض ذاكما، فليستمع من كان ذا أشواق إلى صفات القوم الأخلاقي، فليتبع فالحق ساق باقي، قد عم كل الخلق بالنواهج. قال بعض العارفين: أنا عدد الأولياء في كل زمان لك عدد الأنبياء 124,000 ولي كعدد الأنبياء، وكل ولي من أولياء وارث نبي من الأنبياء، والقطب الغم والوارث المحمدي صلى الله عليه وسلم. هل أن أولياء الله لا خوف عليهم؟ من هم أولياء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني جمع بين الإيمان والتقوى. الإيمان معنا كلنا مع الإيمان، لكن المطلوب مننا تقويته وتثبيته وترسيخه، هذا المطلوب مننا، حتى يرتقي الإنسان من درجة الإيمان إلى درجة اليقين. يعني اليقين وقوة الإيمان ورسوخه وثباته حتى لا يقبل التشكيك. وإليه الإشارة كما حق الله تعالى أن نبي الله إبراهيم عليه السلام قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن يطمئن قلبي. يعني أرى أن يرتقي من درجة الإيمان إلى درجة علم اليقين، ثم إلى درجة عين اليقين، ثم إلى درجة حق اليقين. هذه ثلاث مراتب. وهنا مرتبة رابعة وهي حقيقة اليقين، ولكن هذه المرتبة الرابعة مخصوص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى ربه بعين رأسه ليلة قصيره ما كذب الفؤاد ما رأى. قال إمام الحجر عنه في قصيده عليك بتحقيق اليقين: بتحقيق اليقين فإنه إذا تم صرعيه عينا بلا نكري. إلى الإمام علي، قال الإمام علي بن أبي طالب كرره، كان يقول: لو كشف الغطاء ما التدت يقينا. يعني أنا بلغ غاية الكمال في مرتبة اليقين، لو كشف الغطاء ما التدت يقينا. يروح عن سيدنا الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه، قيل له: هل رأيت ربك؟ فلم أعبد ربا لم أره. فقال له: كيف رأيته؟ والله تعالى لا تدرك الأبصار، ويدرك الأبصار، كيف تزعم أنك رأيته وهو الله تعالى لا تدرك الأبصار؟ وقال رضي الله عنه: لم تره بمشاهدة العيان، ولكن لم تره الأبصار بمشاهدة العيان، ولكن تراه القلوب بحقيقة الإيمان، تراه القلوب بحقيقة الإيمان. فهذا هو المطلوب من العلم. وإذا أراد الإنسان أن يعرف هل عنده شيء من هذا العلم الذي هو علم الدين، هل وصلت إلى هذه المرتبة، مرتبة اليقين، أو ما زلت في درجة الإيمان، يعرض نفسه ويغلب على هذه الآية. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة والرزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا والآيات عند ربهم وهدوا إلى الكريم. إنسان يعرف نفسه على هذه الآية في هذه الأوصاف لقول الله تعالى: وجلت قلوبهم ربهم يتوكلون إلى آخر ما في هذه الأوصاف. فإذا اتصفت بهذه الأوصاف فعندك شيء من هذا، لا وصلت إلى هذه المرتبة، مرتبة اليقين. يروى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة بدر الكبرى خرج في بعض السكك المدينة، فرأى ولدا شابا له من العمر 17 سنة في عنفوان الشباب،